يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. رجعنا لكم مره تانية عشان نبتدي معاكم فقرتنا الحواريه اللي مشرفنا من خلالها النهارده ان شاء الله كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك وسعداء بوجودك معانا. اهلا. صباح الفل عليكم، وطبعا سعيد جدا ان انا متواجد معاكم النهارده، وكل سنه وحضراتكم طيبين وصباح الفل على كل الاهلاويه في مصر كلها. صباح الخير على حضرتك. يعني احنا سعداء انك معانا في 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي كمان، ونتكلم عن نادي المقاولون العرب، واكيد نادي عريق ونادي كبير جدا وليه كمان يعني بطولات عديده. وشفنا في التقرير يعني كده زي نبذه عن حضرتك، لكن انا يا كابتن عايزه اسمع منك بقى اكتر، يعني نبدا كده من فكره الناشئين كمان. يعني طبعا انا سعيد جدا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان انا متواجد، وليا الشرف تكون ليا المره الاولى اللي انا اتواجد في قناه النادي الاهلي، حاجة يعني تضيف لي طبعا في تاريخي كله ان انا اكون موجود متواجد في قناة النادي الاهلي ويتابعني جمهور النادي الاهلي. انا بدأت قصتي في ناشئين نادي المقاولين العرب موسم 97، بالاخص كان بعد مباراة سودي جراف في نهائي كاس افريقيا للنادي المقاولين، كانت هي موسم 96، فانا كنت متواجد في المباراة فحبيت نادي المقاولين من خلال المباراة دي، ف بقى عندي شغف ان انا اروح التحق بنادي المقاولين، لانه في التوقيت ده كان كله بيشكر في ناشئين نادي المقاولين. احد الجيران يعني الافاضل في حلوان في المنطقه اللي انا كنت ساكن فيها عرض عليا الانتقال لنادي المقاولين والاختبار هناك، رحت انا ووالدي طبعا، ومن وقتها الحمد لله رحت سنه 97 والتحقت بنادي المقاولين، كملت في نادي المقاولين حتى يعني تدرجت بقى في قطاعات الناشئين كلها لحد ما طلعت الموسم لحد 2003 لما طلعت فريق اول مع كابتن يوسف عبد الغني، وبعد كده كابتن حسن جه كمل المسيره، خدنا كاس مصر وكاس سوبر من النادي الاهلي ونادي الزمالك. بعد كده انا كملت كنت اطلع وانزل الناشئين تاني واطلع العب فريق اول، بس جه البدايه الحقيقيه كانت ليا في ماتش الاتحاد والمقاولين، كان اخر ماتش في الدوري وكان لازم نادي المقاولين يكسب الماتش ده، فانا كنت لسه ناشئ، فكابتن رضوان كابتن محمد رضوان كان هو المدير الفني لنادي المقاولين ساعتها، استعان بيا في الدقيقه 22 انا فاكر، في الدقيقه 23 اول كره ليا لمستها جبت جول وكسبنا 1-0، وكان هدف بقاء نادي المقاولين العرب، ومن هنا بدات القصه يعني بقى لغايه موسم 2010 لحد ما بقيت كابتن في يوم من الايام كابتن نادي المقاولين العرب. ونادي المقاولين العرب في موسم 2010 رفض انتقالي للنادي الاهلي بشكل قاطع، يعني ان انا كنت خلاص قعدت مع الباشمهندس عادل فيه وخلصت كل حاجه. نادي المقاولين كان رافض موسم 2010 في الانتقالات الشتويه النادي المصري البورسعيدي. طبعا مستر كامل ابو علي وقتها مستر كامل اشتراني من نادي المقاولين العرب بمبلغ 2.5 مليون واثنين لعيبه راحوا نادي المقاولين، فتره مهمه جدا طبعا بعد نادي المقاولين اللي هي كانت الاساس واللي هي عملت اسم ايهاب المصري. فتره النادي المصري كانت فتره مغايره تماما لنادي المقاولين، نادي المقاولين نادي مش جماهيري، نادي شركات او مؤسسات ما عندوش جماهير كتير، بس هو يعني صنع اسمي، فكانت التكمله بقى في بورسعيد مع النادي المصري مع جيل محترم. لقيت موضوع تاني خالص في بورسعيد، انا اقول لحضرتك السعوديه مع النادي المصري ما بيهزروش، بيحبوا النادي المصري طبعا. جدا بيحبوا الكوره. يمكن انا فاكر اول يوم استقبال ليا في النادي المصري كنت انا ومؤمن زكريا ربنا يشفيه طبعا واتمنى له الشفاء والخبر السعيد اللي قريناه كلنا، كنت انا وهو رايحين في نفس اليوم، استقبلونا استقبال الابطال في الفندق، جونا على الفندق مع مستر كامل. تاني يوم كان في ماتش المقاصه المصري والمقاصه والمصري كسب، فاحنا كنا في الملعب ومستر كامل خدنا ولف بينا الملعب والجمهور كان فرحان. يعني انا اقصد نقله تانية كبيره جدا في حياتي ساعدت كتير جدا جدا في الحمد لله الواحد وصل له بجماهيره النادي بشعبيه النادي بالجمهور اللي كان ورانا، والحمد لله بعلاقتي بالجمهور المصري لحد دلوقتي. يعني بس كان فيها بعديها برضو كذا نقله تانية، ما انا لسه اقول لحضرتك يعني النادي المصري بعد كده رحت اعاره سموحه مع كابتن شاوي غريب، بعد كده رجعت على النادي المصري للظروف اللي حصلت ساعتها، رجعت على النادي المصري وبعد كده رحت نادي بتروجيت، ومن بتروجيت رحت اسوان عملت موسم من احلى مواسمي في الكوره مع كابتن عماد النحاس، وقدرنا نساعد نادي اسوان على البقاء في الدوري الممتاز. بعد اسوان حصل معايا شويه مواقف بقى، يعني مضيت في نادي المقاولين تاني عشان ارجع بيتي ما حصلش نصيب، رحت نازل الممتاز بيه مع نادي حرس الحدود، رحت راجع تاني بين في انتقالات الشتويه رجعت تاني نادي اسوان معاهم في الدوري الممتاز. لفيت هي. وبعد نادي اسوان رجعت بقى خلصت رحت رايح نادي اليرموك الاردني، قعدت فيه فتره مش كبيره برده، قعدت 6 شهور او حاجه،
بعد كده رجعت على نادي منتخب السويس الممتاز بيه، واخيرا نادي الاعلاميين. كانت هي رحله الحمد لله راضي عنها، كتيره بس راضي عنها الحمد لله. يعني يمكن مش معتاده للناس كتيره او لعيبه كتيره كم هذه التنقلات. لا هي يمكن الفتره ما بين 2013 ل 2017 او 18 كان في تنقلات كبيره، لكن من 2003 من اول ما بدات لحد مثلا 2013 كانت الامور مستقره شويه. هي لحد ما في النادي المقاولين والنادي المصري اللي هم يعني الحمد لله تعرفت او يعني الجمهور عرف اهل المصري من خلال النادي المقاولين والنادي المصري كمل الموضوع. طب انت لفتره مش قليله يعني يتقال عليك كنت لاعب رحاله، يعني طلعت من الرحله دي بايه؟ ايه اللي استجد عليك وايه اللي استفدته من وجودك في فرق مختلفه؟ اولا حب الناس الحمد لله، يعني اللي انا اقدر يعني انت عارف حضرتك في ظل عدم وجود كان السوشيال ميديا في الوقت بتاعنا من 2003 او الاهتمام بيبقى مش زي دلوقتي والاهتمام بيبقى بالاهلي والزمالك، حتى لو ما فيش سوشيال ميديا كان الاهتمام بالاهلي والزمالك، لكن لما يكون لعيب بيلعب في نادي المقاولين او في انديه مش جماهيريه يقدر يصنع لنفسه جماهيريه ويبقى ليه يعني الناس بتحبه او يبقى ليه دور في الكوره في مصر، ده حاجه ده بالنسبه لي مكسب كبير. انا شايف ان انا الحمد لله راضي جدا. انا يعني برضه اتكلم مع حضرتك بصراحه، ممكن اكون يعني التوفيق ما حلفنيش بالشكل الكبير، ممكن كنت شايف وفي ناس كتيره كانت تشوف ان انا استحق مكانه افضل من اللي انا وصلت لها في الكوره، بس طبعا ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. راضي جدا، راضي كل الرضا عن الفتره الكبيره اللي انا قضيتها في مجال كره القدم، ما عملتش اي مشكله في حياتي مع حد الحمد لله. علاقتي بكل الانديه اللي انا لعبت فيها ممتازه الحمد لله. دي حقيقه. فده اهم حاجه في الكوره، ده الاهم. اللي انا خارج سليم الحمد لله طبعا من غير اي اصابات الحمد لله، فده كله يعني الحاجات اللي انا طلعت بيها طبعا. طب انت ليه طلعت عموما؟ يعني هل انت كده يعني طريقه كلامك بتوحي وكان انت بتنهي مسيرتك الكرويه؟ يعني لحد انت لسه في يعني انا لسه 35. لا انا بالنسبه لي لا انا ما عنديش شكلك اصغر من كده بكتير. لا انا 35 سنه. اوكي. انا لا انا عايز العب كوره وعايز اكمل، مش ما ما بس خلاص يعني انا بتكلم مع حضرتك بصفه ان اللي فات او اللي جاي مش هيبقى زي اللي فات. يعني مهما انا من 2003 بلعب كوره. تعرف منين؟ لا اكيد يعني مش هلعب 17 18 سنه تاني. لا بس بكلمك على مش طبعا اكيد الفرق الوقت والمده الزمنيه اكيد واضح طبعًا. بس انا بكلمك مش يمكن الخير جاي بكره ان شاء الله. انا لا انا بتكلم مع حضرتك، انا خلاص ان شاء الله باذن الله انا مقرر ان شاء الله باذن الله انا في شهر يناير يعني هيتم انتقالي لاحد الانديه وهكمل، بس مش هكون دوري ممتاز يعني هي بس حلو جدا. انا عندي استمرار كويس يعني. واقول لحضرتك حاجه، انا عندي اصرار وطموح ان انا انهي حياتي في الدوري الممتاز، يعني ما عنديش اي مشكله طول ما انا قادر وواقف على رجلي وبدنيا وفنيا الحمد لله. فنيا لو عندي 40 سنه انا قادر، بدنيا لا الحمد لله بشويه تعب بشويه مجهود هقدر اكمل. فانا عندي الاصرار ان انا انهي حياتي كلها في الكوره في الدوري الممتاز. كويس جدا. انا عاجبني قوي الاصرار بتاعك يا كابتن، لان في كتير لعيبه واسامي كبيره جدا للاسف اعتزلوا بدري، اعتزلوا في اول الثلاثينات كمان، فكنا كلنا بنقول نفس السؤال او بنتساءل نفس السؤال. كريم دلوقتي كان بيساله لك ليه يبقى يحصل توقف، ربما ده بيرجع لاسباب مثلا فيش عروض من انديه او غيره، ولكن في ناس كتير برضو اعتزلوا هم في مجدهم، فده بيحزن الى حد ما برضو الجمهور يعني. تمام. بس اقول لحضرتك حاجه، قرار البعد عن الكوره صعب طبعا. يعني طبعاً. انا جربت مثلا الفتره اللي فاتت هي ما كملتش شهرين او شهر ونص من بدايه الموسم لحد دلوقتي. لا انا مش قادر، يعني انا مش قادر ابعد عن مجال الكوره، مش قادر ابعد عن الشغل ده. لا هي حب بالزبط. يعني انا بالنسبه لي انا بقول لحضرتك قصه الممتاز بيه اللي انا بفكر فيها او العرض اللي هيجي لي من الممتاز بيه والتحق باي فريق، هي مش هتكون الامور ماديه، لكن هي الامور انا حابب العب كوره، حابب اخش تحدي جديد، حابب اصنع تاريخ جديد. الفريق اللي انا اروحه ممكن يكون ليه هدف المنافسه او الصعود على الدوري الممتاز، فبالنسبه لي انا بكتب تاريخ جديد اللي انا اساعده على الصعود للدوري الممتاز. فده كل التفكير اللي الواحد بيفكره ان هو يعمل حاجه جديده لنفسه برضه، يخلق دوافع جديده وحافز جديد ليه. انا عندي بقى سؤال لو تسمح لي بس في النقطه دي قبل ما نروح لنقطه ثانيه، فكره عرض النادي الاهلي. تمام. لما جالك انا عايزه اعرف بقى هنا يعني كابتن ايهاب المصري كان ايه كواليس العرض ومنتهى الصراحه. هو يعني سؤال قوي انا حاسه يعني استنسف لا شوية. يعني كابتن ايهاب المصري كان ايه يعني؟ هو بص هقول لحضرتك حاجه، طبعا يعني شرف لاي حد اللي هو يلعب، الكلام الطبيعي اللي هو شرف لاي حد يلعب نادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا. بس هو انا بتكلم صراحه طبعا،
وفي قناه النادي الاهلي. انا كان حلمي من الطفوله وحلم عيلتي هو اللعب في النادي الاهلي، واللي انا واللي انا يعني ان شاء الله باذن الله بحاول مع ابني فيه، اللي انا ازرع له الحلم اللي هو يلعب، اللي ما حققوش والده هو يحققه ان شاء الله باذن الله. فاللعب للنادي الاهلي هي كانت حلم لعيلتي، لوالدي ووالدتي، انا ماليش اخوات ولا صبيان ولا بنات، فوحيد، فهم كانوا شايفين ان النادي الاهلي هو الحلم اللي بيراودنا كلنا. اشتغلت عليه من صغري، جيت اختبرت في النادي الاهلي، يعني ما نزلتش الملعب بصراحه، كان كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه شافني قال لي انت جسمك ما ينفعش. فانا وانا ماشي انا فاكر قال لي ميسي في يوم من الايام، انا اقول لحضرتك انا فضلت ماشي انا ووالدي لحد ركبنا المترو الانفاق ساعتها بقى 96 97، وقعدت اعيط، ويعني وبعيط اللي هو ايه، انا هثبت لكابتن صفوت ان انا حاجه مش قليله. وفعلا قابلت كابتن صفوت، او كابتن صفوت قابلني في نادي المقاولين بعديها بفتره كبيره لما بقيت ايهاب المصري بقى في وقت 2009 2010 الواحد كان اسمه في الكوره الحمد لله يعني. فقابلني قال لي انت لعيب كبير ولعيب كويس، قلت له فكرة انا بحب يعني مش يعني الله يرحمه طبعا، قلت له انا بحب حضرتك طبعا على المستوى الشخصي، بس حضرتك انت يعني انا كنت داخل النادي الاهلي وحضرتك قلت لي انت ما تنفعش، قال لي انا قلت له معلش يا الدنيا كده يعني، ده وجهه نظر حضرتك وانا بحترمها، بس كان كلام حضرتك دافع ليا وكان حافز ليا. فانا كان حلمي ان انا العب في النادي الاهلي، اديت مواسم جيده جدا مع نادي المقاولين، بس ما كانش ينفع ولا اتمرد على نادي المقاولين. خلاص نادي المقاولين قرر، هو صاحب فضل عليا كبير قوي، كان الباشمهندس ابراهيم محلب، الباشمهندس فيصل مرتضى، الباشمهندس محمد عادل ربنا يديله الصحه المتواجد دلوقتي مع الفريق الاول، كان الثلاثه كان ليهم فضل عليا، ونادي المقاولين بيتي، وانا ما كنتش يعني انا في اوقات موسم 2008 2009 ما كنتش بروح خالص من النادي، كنت ببات في النادي مقيم، بتمرن، بطلع اتغدى في النادي، اقعد في النادي، فكانت حياتي كلها في نادي المقاولين، انا بعشق نادي المقاولين. ف الباشمهندس ابراهيم محلب قعد معايا قال لي انت مش هينفع تمشي. قلت له يعني قلت له هي فرصه. فقال لي هو قال كلمتين قال لي انا حفيدي بيحبك. ف يعني قلت له طب يعني انا دي ده شرف ليا بس انا مستقبلي انا حلمي يعني. هي كانت الامور مش ماديه والله انا مش هي مش امور ماديه، فكره انضمامك لهذا بس فكره يعني. انضمام النادي الاهلي يعني انا لما رحت منتخب مصر موسم 2009 2010 وقبل في تصفيات افريقيا وقبل كاس العالم للقارات، اللي فرق معايا ان انا مش يعني كنت رايح في وسط بقى كان كابتن عماد متعب، محمد زيدان، كان احمد علي عبد الملك، كان عمرو زكي، كان في فروده كبيره جدا طبعا. بس انا ما كنتش بلعب في النادي الاهلي، ما بلعبش في نادي الزمالك، بلعب في نادي المقاولين وكنت لسه صغير، فكانت دي تفرق، لو انا كنت بلعب في نادي الاهلي او نادي الزمالك كان الوضع هيبقى مختلف. فكان ده كل يعني كل هدفي وفكري ان انا اروح النادي الاهلي. طبعا الباشمهندس ابراهيم رفض ان انا انتقل لنادي الاهلي، حتى فضلت يعني انا فضلت برضو مش يعني اي اسعى ورا الموضوع لحد اخر يوم في الانتقالات. انا فاكر المكالمه اللي حصلت، النادي اتصل بالنادي المقاولين باشمهندس فيصل الساعه 2 الظهر، كان في اخر يوم الانتقالات، قال له انا عايز 6 مليون جنيه كاش. فانا طبعا يعني مع احترامي في الوقت ده لا طبعا المبلغ كبير جدا، فانا قلت له يا باشمهندس ده مبلغ تعجيزي، واعتقد الفرصه كانت صعبه جدا. عموما الجمله اللي اتقالت لك واللي انت مش ناسيها الى يومنا هذا كانت زي ما كانت حافز ليك، اتقالت لغيرك من اللعيبه في رياضات مختلفه، وكانت برضو حافز بالنسبه لك. ممكن لو ما كانتش اتقالت له الجمله دي ما كنتش انت عفرت المعفره اللي فاتت دي أكيد. كلها يعني. وبرضو على فكره حتى فكره تمسك نادي المقاولين بيك دي حاجه تشرف من زاويه معينه لرؤيه الامور. طبعا يعني اكيد تبقى متضايق ان هي هتفوت عليك فرصه انضمام لكيان كبير ومهم ومحترم زي النادي الاهلي، بس في المقابل ان كان فيها شيء من الطرديه فكره ان الناس حابينك وعايزينك وده انا قدرته جدا وفخور بيه ان انا كوني احد ابناء هذا النادي، يعني حاجه تشرفني يعني. تاريخه كبير طبعا اكيد طبعا. طيب انا هستاذنك يا كابتن، هنطلع بس فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك. فاصل ثم عوده العشرة الصبح في الاهلي، اتفضل. حضراتكم مره ثانيه والحديث مستمر مع كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق. اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا. رحلة طويلة ومليانة تفاصيل، بس انت في وسط التفاصيل قلت حاجة لفتت نظري جدا لما كنت بتتكلم على فترة انتقالك لنادي اليرموك الأردني. انت قلت ما قعدتش أكتر من 6 شهور. ما أنا هقول لحضرتك إيه ملابسات هي يعني فترة التحاقي بنادي اليرموك دي أصلا كانت فترة برضو صعبة شوية، لأن أنا كنت رحت في الفترة دي بقى بعد نادي أسوان لما يعني خلاص العقد انتهى، رحت تعاقدت مع نادي الرجاء،
في كان صاعد للدوري الممتاز الرجاء بتاع مطروح. اوكي. فحصلت شويه خلافات للرجاء البيضاوي. لا لا لا, لا انا فحصلت شويه خلافات فما ما اتممتش التعاقد. فكان الوقت اتقفل يعني خلاص. أوكي. فانا قعدت اسبوعين ثلاثه في البيت. ما انا فاكر اللي حصل برده مش على قوه اي نادي. اه وخلاص كنت نفسيا برده زهقت شويه. خلاص مش قادر. قلت خلاص مش هكمل. فكان في ماتش اعتقد في اليوم ده كان مصر واوغندا تصفيات كاس العالم. فالاولاد عندي عايزين يروح. فصاحي من النوم بقى رايح الماتش الساعه 5 بالليل ولا 6 اخر النهار كده. فجالي تليفون انت ورقك جاهز. ورق ايه يا جماعه؟ لقيت تليفونات كتير اصحى ومسجات مش عارف ايه في يا جماعه. طب حضر ورقك عشان هتروح اليرموك الاردني. طيب ماشي. حضرت الورق وكل حاجه بس رحت الماتش. عمي اتصلوا بيا وانا في الماتش. اتصلت بالمدام في البيت. اطبعي الورق ده. طبعت بصراحه مشكوره طبعا بشكرها اللي هي تعبت. هي انا كنت قاعد في الماتش ومش مع الاولاد فروحت ما كنتش جاهز اصلا بدنيا. فلما رحت هناك لعبت الست شهور الاولانيين دولت. فحصل تفاوض مع الانديه في مصر اللي انا ارجع هلعب دوري ممتاز. فانا خلاص اتفقت مع المدير الفني كمان. فرجعنا. فالدوري كان في الاردن خلص الدور الاول خلص في اول 12 يعني 5 12 10 حاجه كده. فانا رحت راجع. جيت هتم تعاقدي مع النادي بقى اللي انا هرجعه على مصر مع في دوري ممتاز مع المدير الفني. المدير الفني بعد ليها بشويه تمت اقالته. اوكي. فرحت نازل بقى على منتخب السويس. كانت الدنيا برده بالنسبه لي. فرحت نازل على منتخب السويس. فانا نزولي من الاردن كان بناء على اتفاق بيني وبين المدير الفني. أوكي. عشان خاطر. لكن هي كانت تجربه بالنسبه لي كانت تجربه كويسه جدا يعني الحمد لله. كانت والحمد لله علاقتي بالناس هناك لحد دلوقتي كويسه جدا والناس على اتصال دائم بيا يعني. جميل. طب لو هنروح تاني للمقاولين العرب ونتكلم عن فتره كمان اللي لعبت مع محمد صلاح ونني فيها وشايف ازاي المستقبل او الخط اللي هم مشوا عليه. وهل كان برضو كابتن ايهاب يحب ان هو يعني يبقى جاله عقد احتراف او ان هو يجي له؟ هل سعيد اصلا ان يجي لك عقد احتراف او حاجه زي كده؟ خلينا برضو نعرف. اكيد طبعا يعني كل واحد كان بيبقى ليه طموح. اللعب اولا للاهلي والزمالك. ثانيا قصه الاحتراف اللي هو يكون يجي له عقد احتراف خارجي. الدنيا ما كانتش برضو زي دلوقتي يعني. دلوقتي في الامور مفتوحه شويه عن 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 فتره ما قبل 2010. بس الحمد لله يعني الواحد حاول على قد ما يقدر واجتهد بس ما كانش فيه نصيب. طبعا محمد صلاح والنني هم من ناشئين نادي المقاولين ومن اولياء نادي المقاولين. شخصيات محترمه بعيد بقى عن مش عشان هم بقوا محمد صلاح والنني هنقول الكلام ده. لا هي بصراحه ومن زمان من بدري طبعا من بدري اللي هم شخصيات محترمه متربيين جدا محترمين. مش ما بينسوش اصلهم زي ما بيقولوا. مش ناكرين للجميل. على علاقه بينا لحد دلوقتي الحمد لله كويسه جدا وعلى علاقه وتواصل دائم. ببارك لهم بعد كل الماتشات يمكن بالاخص النني على تواصل دائم الفتره اللي فاتت. ببارك له بعد اي فوز بعد اي هدف بيحرزه. بدي له حقه شويه لان النني من الناس الاعلاميه المظلوم شويه. مش مدينه حقه في مصر مع انه بيلعب من اكبر انديه العالم. لعيب كبير لعيب محترم. محمد صلاح طبعا ربنا يحميه ويزيده من اللي هو فيه طبعا ونتمنى له كل التوفيق. كانت العلاقة كويسة يعني. أنا فاكر لقطة حصلت بيني وبين صلاح كمان بخصوص النادي الأهلي. كان قبل كان هو في ليفربول أول ما راح ليفربول. كان أنا فاكر كان في ماتش في البطولة العربية للنادي الأهلي. ففي كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي في صورة حصل لقطة كده. فأنا كنت منزلها على الستوري بتاع الواتساب. فلقيته دخل بيعلق لي قال لي طبعا نفسك انت كنت معاها. فقلت له خلاص بقى ما تفكرناش بقى باللي فات يعني. فدي كانت من الحاجات برضو اللي حصلت بيننا وبين بعض بخصوص النادي الاهلي. فهم طبعا انا فاكر كمان اول جول احرزه محمد صلاح في نادي المقاولين كان هو اخر ماتش ليا في نادي المقاولين. انتقلت بعدها للنادي المصري. كان ماتش منتخب السويس في كاس مصر في السويس وكسبنا 2-0 ومحمد صلاح احرز الهدف الثاني. وكان اخر ماتش ليا في نادي المقاولين العرب وانتقلت بعدها لنادي المصري. فصلاح والنني كان في معاهم كمان لعيبه تانية محترمه من الناشئين. بس هما الاثنين كانوا الابرز الاميز يعني. بيبقى في لايف ستايل معين او بيبقى باين من البدايه الشخص ده هيبقى نجم قدام ولا لا؟ اصل هي مش مره واحده الشخص ده. لا هو لازم يبقى في لايف ستايل عايش عليه. النني كان معين. النني كان جاي لنا من ناشئين النادي الاهلي برضه يعني متأسس صح. محمد صلاح من ناشئين نادي المقاولين. فبرضه التأسيس في ناشئين القطاعات الناشئين في نادي المقاولين والنادي الاهلي على مستوى عالي جدا. فمحمد صلاح خطوه خطوه يعني. انا فاكر برضه اول ماتش لعبه معانا
كنا بنلعب انبي. من الذكريات برضو مع بعض كنا بنلعب انبي في بترو سبورت، كنا كسبين 2-0 وكنت انا اللي جايب الجونين. فنزل باك ليفت، يعني هو مش مكانه بقى، نزل باك شمال مع علاء المحمدي. فالماتش في اخر ربع ساعه اتقلب بقى 2-2، والمحمدي طلع نجم الماتش. هو طلع بعيط يعني، يعني متاثر جدا باللي حصل. فهو اتكلم معانا ككابتن فرقه، فتكلمنا مع كابتن رضوان اللي هو يغير مركزه، وفعلا هو رجعه الماتش اللي بعديها كان مقصف في كاس مصر، رجعه يلعب مكانه تاني وساعدنا في صناعه الاهداف وكسبنا الماتش. ف يعني هو برضو وهو صغير عانى، يعني هو تعب ما لعبش، هو عانى كتير كمان. فكره قبوله في قبل كده يعني كلنا عارفين القصه، يعني كان في تحديات كتيره. أكيد بس أكيد. بمناسبه كلامك كمان احنا عندنا بالذكر يعني محمد المحمدي كمان، أحمد من أحمد المحمدي اللي بيلعب برضو في المحمدي قصه كبيره برضو، ولازم ياخد وضعه ولازم ياخد حقه. بالظبط انا معاك برضو. انا يعني انا شايف اللي هو مش واخد حقه، لان راجل ماشي في الدوري الانجليزي بقاله فتره كبيره قوي، محافظ على اي مدرب بيشتغل مع المحمدي بيشكر فيه، بيقول على بيشكر في احترافيه المحمدي. صحيح. فاعتقد برضو لازم نسلط الضوء عليه شويه، لان هو يستحق. المبدا نفسه بيتهيألي ثابت، يعني صعب جدا تشوف حد محقق قصه نجاح كبيره ومدويه من غير ما يكون مر بكتير من التحديات وكتير من العقبات ومر بلحظات انكسار كتير قبل ما يوصل للحظات الانتصار. أكيد. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا، وبنتمنى لك كل التوفيق في الفتره الجايه. سعيد اني متواجد معاكم النهارده، نورتنا يا كابتن ايهاب.